السيبيا ديرنا فيديو يا السيبيا بودين دخل اوكرانيا ودابا زعما درت لنا فيديو يا السيبيا البرصا ولات ودابا زعما درت لنا فيديو يا السيبيا صامدكس مات ودابا زعما درت لنا فيديو اصبر 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 صامدكس مات صامدكس مات مست صامدكس سلام ليكيب انا وليد خالتو راه في ذمة الله خويا الو نوض المحقق سيبيا نوض راه خلص السوبات بصح نوض راهي بابا بوي غير الخير واش كاين انت صامدكس واش به صامدكس يا صامدكس توفى صامدكس توفى اجبد بدراك خويا سيبيا اجبد السلام عليكم خوتي جيسبر راكم ملاحة اليوم جينا حققوا في هذه القضية مبطرقة كامل قال لك صامدكس مات بصح البروبليم الموت وما عرفش يموتها على بالي ما راكم فاهمين والو شو قال لك الفنان القادر صامدكس توفى بصح لمدة شهر برك راكم فاهمين وهذا باش يروج الالبوم تاعو جديد بصح اسكين واحد يقتل روحه غير باش يروج الالبوم باش نجاوبوا على هذا السؤال لازم نعرفوا قبل شكون هو صامدكس يا سي بي او عاود ولي دقيقه اخو عاود ولي سما انت تمام في حلقه تاع تحقيق لازم تشقيني شوف عندك شهر ما درت فيديو ما تبداش كاينه حبيبي كاينه صامدكس عنده مسيره مليئه بالبيفس والمغامرات الشيقه وبدات في الحقبة الكمبارية في 2013 وين دخل في بيف مع الأسطورة عيسى لابونداسيز وكلاشا بصغنية عالمية هادي من الأرشيفة آوي ونعرض قال لابوندا لا كومبا شكون روندا بيان سور عيسى ردلو في جاك عيسى في الكليب هذاك تاع المقبرة وقال له مقولة دخلت في التاريخ كيما فرويتي كيما انت بلا 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 تريبلك داركم وين قاسوا بزاف المرسو هذاك اللي قال له هاك اللي بتبلك لك دك دك على بالك هادي لازم لها تحقيق نشوفوا الى عيسى كان يقول كلمات صح ولا كان يتيري برك المحقق سي بي سكتنا اخويا الله يسترك وما خلصش الحكايه بيناتهم على خير عيسى لابونداسيز 3 جوان 2013 ها 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 بابا بوي بابا بوي يلا انا كوندا نهار قلت لك ولاد باب الواد لي زوم وانت يا مقطع ولد زيرالدا ما غلطش ياب الكود دارو لك في وجه عيسى صافيج يا اخو بصح راهي زاهية من لور بلاي دو لي سيمس منا اساسنز كريد دو هذه الخسارة الأولى 1-0 مور الحكاية هذه صامدكس حب يرد الاعتبار ولكن للأسف عيسى كان تاب سما واش حب يدير حب يخلفها في الكومبي تاعو اللي هو ديدين كلاش ولكن ديدين هو تنزاد كلاشه في المقبرة 2-0 صامدكس خطر راسي يدخل في بيف مع السول كينغ اسمع شراك زي ما تهضر انا ريبوك تاعي صامدكس وعيسى ولي كلاش وبدا زي ما شغل كيما قالي الاخر ضرب المثل ما ضربش المثل بيا اسمك ياك دوماج يا دي كونيسونس انتخو نو جبي با فيغ العيب تكوني بصح السول كينغ كان في العالمية ماشي كامل سامع به تسمى دي 3-0 صامدكس خطر تأثر بجي تي اس 5 كان تماك وين خرج في 2013 جا بوليس بدا يخبط لي بالخاتم زجاجة طح 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 طلعتها في الطور دور مزيان كنت بكل وصاب بيسا راك شايف هما بلوكي او تريف راك شايف بلوكي او تريف اوه انا السيف ندوس في الطور طلعتها شغل جايز هكذا رد الفوق رد الفوق دار لي هذيك تاع كانت علي فين باش قلت حبيت جوز عليا درتها في الاسد فغوم مسك في الحيط دار هذيك على بيك هكذا وقصت الكروس هكذا يا في الطوطو شغل ما كانش كش جوز لازم تسلك تهط في الضواوي يجرى مورايا هكذا هادي 4-0 صامدكس خطرة دخل في بيف مع نفسه وين زعما اعلن توبة تاعو يا خوتي هذا شهر الرحمة والمغفرة يا خوتي احنا نكترنا من الذنوب الواحد يا خو ما يحبس كلش ونوصيكم على حاجة يا خوتي او الجامع هنا بوك انا خارج منه يا
اخوتي صلات وصلات وصلات وما صلات صلات تنهي عرف حشاء امك بصح كتعرف زاد خسرت ما هادي 5-0 بصح اخي سي بي لو كنت لاحظ راه قالاني نخمم نحبس ماشي نحبس المحقق سما انت ما نحرشوش معاك والو وديجا خلاص انا رايح والله ما تصرا اخويا سي بي والله ما تصرا صح قبل ما تروح حكي لنا شويه على العوده تاعو في 2020 يعني نورمالمون يكون تعقل ليك هذا الفيديو يا اخو حكمه واش بدي قلت واش راك دير انا انت مزاك الدار حكمني خرجوا صحابو هيا يعطيك هيا اكتيفي ما جا صحابو قلت خطو بالك ما قلتو بالك هاك شايف خرج مونا بيه رطابة ارهقك ضربوا بيه بصاب النور السرع وطلق سطلق ساطر طلق ساطر اشي يجري يجروا مونا بساطر ديالو قلتو دوكا كيفاش على وش هيا دار خويا السيبيا والله ما نكذب عليك بصح سبحان الله هذا الفيديو وين تحطو يجي يا اخو حكمه واش بدي قلت واش راك دير انا تمسك الدور قلت صحاب هيا يعطيك هيا اختفي ما جا صحابو قلت خطو بالك ما قلتو بالك هاك شايف جا خرج مونا بيه رطابة ارهقك اش يجري يجي مونا بساطر ديالو قلت دوكا ترى اكسيدون خويا صح احكينا على العوده من الجانب الموسيقي الجانب الموسيقي صامدكس ولا بقوه هاي تشوف هذا الكليب اللي داروا مع واحد الافريقي زعما لبس له كيما الكحالش تاع الامريكان بوندانا منا صح لا غالب قايبا افريقي هنا خونا صامدكس ما على بالوش كامل وين راه نسى اصلا بلي بدا الكليب بصحة وش رايك بالخوي السيبيا والله يا حبيبي ما انا بداري بصحة يتبان لي راهي كلاشي في تي ماكس Avec toi village à son maman papa qu'on a vata kafalio pa Erika Kotanyanga datinza pangunja ma pa ita koka kola moyinga Kapati patati mananti tapati عالمي يا ولد عالمي هذا نورمال نشوفو له فيت مع الدي بلاك ايه على بالك لو كان يخدمو كيف هو الدي بلاك يدو الراب المالي لمستوى اخر قاع وفي هذه اللقطة اخو اس سي بي كانوا يتورنيو نورمال ايا جزعيس على الحومة هذيك وشافوا صامدكس وهنا كان يحاوس دراري صغار ايا مشي يا ولد وكيما حبوش يفهمو خلطة معاهم ايا هذا كليب واحد صراو فيه هادو كامل صح نزيد نوريك الكليب اللي كلاشا فيه قشيحة والقرش كيفاه؟ ايه هم من راسك لأول مرة في العالم رابر يكلاشي دي جي بابا بوي يا صافي كات يكفي قشيحة والسبكات او اخلص خويا سيب يعني لحقت الوشاني حاب تقدر تروح ايا تهلا حبيبي اصبر حبيت نقول لهم برك حاجة خوتي ما تنسوش تابوني وسيبيا 3 دي راهي مغلق من اجل الصلاة تفتح ان شاء الله في رمضان في نهار الاول وهذا هو سبب الغياب الطويل وايام بعد بون خوتنا نولو السؤال تاعنا هل كاين واحد يقتل روحو باش غير يروج الالبوم على ما يبدو صامدكس يديرها نورمال بصح هذا ما يكفيش لازم نزيدو نحققو شويه اولا عندنا هذا قال لك صديق مقرب لصامدكس يصرح بانه صح مات السلام عليكم خوتنا اليوم انا جيت نقطع لكم دور كافي قطار راني جيت لا جار خونا سامي الله يرحمه انا ما كنتش مامن انا سمعت البارح ما كنا مامنش بيه قالت لي ما كي رحت لدارهم رحت قطار قالوا لي يا ودي مات صح رحت شفت القبر ديالو سمعتي صح مات شو مانيش نزيد عليها بصح بتحفيفة كيما هذه تنقص 50% من المصداقية تاعك وزيدوا هاي الجهة الدوزيام تاع الكيتمان او هذا ما نديروش عليه كي نروحوا لكم تاع صامدكس نلقاوه حاط هذا الفيديو زعما هذا وليد خالتو السلام عليكم انا وليد خالتو عندي واحد الامر نهضر معكم فيه بغيت نبيا برك تطلعوا باش تعرفوا كاع راه في ذمة الله خويا اها سمعت ولا نتخايل
هذا بان لي صوت سامدكس. لا لا تو سويس راح برك. هذا التليفون الكونت تاع سامي انا وليت خالتو بالسيف باش نحيتو لي مع دوكا باسكو علاش قلبها محروق وليدها توفى لها وزيد من لحقوا لها لي نوتيفيكاسيون ناس طيح له اما تبكي دايره حاله وباسكو كيما على بالكم سامي ماشي داير بوست تليفونو تما اي على بالكم نتوما انا ما على باليش وفي ذمه الله خويا وربي يرحمه ويغفر عليه ان شاء الله. وانا ما دابي كونتا ما على باليش اذا ديزاكتيفي ولا نخليه ما دابي انا اما هي تقول لي خليه كوم ان نو موجه عليه اشوف نخليه ونحي غنى اليوم عنده و باسكو ما عندوش بزاف انا في انستا نحيهم ولاشين يوتيوب تاعو ما على بالناش ما لقيتش اللي عنده الكود واحد ما عنده الكود ما ميم ما عندهاش الكود و كيما على بالكم سامي ما على بالكمش بها هادي كان موجد البوم يخرج مور رمضان ما على باليش انا راح نشوف مع الكوكس باسكو كان يخدم عنده نشوفو كيفاش نديرو عليه ما على باليش انا اذا الكوكس باسكو اون بارتيسيبي في الكوكس حبيت طلقوه وكدا ينحي الغنى اللي راه دايره في الانستا واليوتيوب بصح الالبوم يشوف كيفاش باش على بالكم نسبة الغابة هنا شحال مرتفعة هذا بيا نسقسي يما ارواح الله نسقسي يما يا 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 صامدكس مات مي راه معه يمليلو وش يقول تحير شغل ما فهمتش يبين بزاف وزيد واحد ملي رابر ما ترحم عليه تما خاوتنا سمحوا لي مي هذه قضية سهلة جدا ويا سي بي ما زيش تنوضني يا شفت انا يوبي اختفى زعما يومين قبل ما يطلق الالبوم تاعو وشفت ليه قبل الحكاية هذه تاع اوكرانيا كامل دار زعما دراما عامين حبس وما على باليش والمحامي في النهار بعد مر يومين ما شغل ما الناس هضرت عليه والانظر كانت ليه انونس البراند الجديد تاعو تاع نواندر مي مازال ما شفت واحد يقتل روحه ديجا هذه الطريقة تاع ترويج انا تبان لي شغل ما جاياش تمسخر بالبيبليك تاعك وما على باليش قولوا لي انتم ما رايكم في لي كومونتير وانا نستناو الالبوم تاع سامدكس هذا بفارغ الصبر ان شاء الله يديروا في رمضان نحو شويه على خاطرنا وما تنسوش واش قال لكم سي بي على لاشين جديده وهذا ما كانت الله السلام عليكم ليكيت شراراكم ملاح بون جديد ديالك صيبو فلاكا لاشين اوفيسيال ديالي هاي ليك ومدى بكم لي زابوني ابوني ابوني ومالغريتو جانيتو تهلا بزاف يرحكم والسلام عليكم.